بسم الله والابن والروح القدس إله واحد آمين. طولت العمر لحضراتكم يا أخوان الحبيب يا فردوس النعيم بيشفع فينا كلنا. في العربية سمعت الخبر وأنه كان محبوب من الجميع ومواظب على درس الكتاب، فربنا ينيح نفسه في فردوس النعيم ويعزينا ويعزي الأسرة ويعزي الكنيسة ويعزي سيدنا لما جبرين. كل الشكر والتقدير لأبينا الحبيب نافة الحبر الجليل لمبا جبريل على دعوته الكريمة لزيارة النمسا، وأيضا لكي أتشرف بخدمة هذا القداس، وشرف لي أن ألتقي بحضراتكم وأخذ بركتكم في كلمة قصيرة. السيد المسيح يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، وبالرغم أن الخلاص مجاني بدم المسيح، لكن هذا الخلاص لا يهبه إلا للمجاهدين الروحيين. وأيضا يوجد شروط لدخول الملكوت، وفي هذا الإنجيل يعلمنا السيد المسيح أن هناك ثلاث شروط لكي نتأهل لدخول الملكوت. الشرط الأول هو أن نحب الله من كل القلب. فيه شاب سأل السيد المسيح قال له ما هي الوصية الأولى لكي يخلص؟ السيد المسيح قال له الوصية الأولى أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، وتحب قريبك كنفسك. إذن الشرط الأول للخلاص هو أن نحب الله من كل القلب، ونحب أسرتنا، الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، وطبعا الاثنين يحبوا أولادهم ويحبوا أقاربهم وأحبائهم. ولكن إن كانت محبتنا لأحد أو لأنفسنا تعطلنا عن محبة الله، هنا لازم نراجع نفسنا، لأن محبتنا للناس ولأنفسنا يجب أن تكون من خلال الله. يعني دايما نشكر الله على عطاياه، نشكره على الأولاد، نشكره على الصحة، على العمل، على النجاح، نشكره على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. ده الشرط الأول، محبة. الشرط الثاني في الجهاد الروحي هو حمل الصليب، أي احتمال الألم، واثقين أن الله سوف يزيل هذا الألم. وإن كان هناك بعض التجارب طبعا بتحصل، لازم يبقى عندنا ثقة أن الله سوف يزيل هذه التجارب. وإن كان في بعض الأحيان يحصل حزن زي ما أخونا الحبيب تنيح، فهذا الحزن دائما يتحول إلى فرح، لأن ليس هو موت بل هو انتقال. إحنا في حياة الغربة طالت أو قصرت، فلنا حياة أفضل، الحياة الدائمة هي في فردوس النعيم مع السيد المسيح. وربنا الحقيقة بيختار الشخص في أحسن وأفضل حالاته، الفضائل بتزداد، وعندما تمتلئ الكأس بالفضائل والمحبة، السيد المسيح بيأخذ هذا الشخص إليه إلى الفردوس. ربنا ما بيهموش إذا كان ده صغير ولا كبير، لكن بيقول ده خلاص امتلأت كأس الفضائل بتاعته فلازم يوصل إلى الفردوس. ربنا يعزيكم جميعا.
في بعض الأحيان نشعر بالضعف، فهو الذي يمنحنا القوة، لأنه قال: قوتي في الضعف تكمل. فالإنسان الروحي الذي يريد أن يبني برجا، يعني تكون له علاقة روحية تربطه بالسماء ويكون له أساس وهو الإيمان بالسيد المسيح، ويكون له جهاد في الصلوات والأصوام والتمسك بالوصايا والتوبة، لأن هي أساس كل شيء التوبة. أما حساب النفقة الذي يتكلم عنه السيد المسيح في هذا الإنجيل ليس تخويفا لنا من صعوبة الطريق، ولكن لكي نستعد لهذا الطريق، لكي يكون هدفنا هو الطريق المؤدي إلى الحياة الأبدية. ويرمز الملك اللي بيحارب 10,000 جندي إلى الإنسان الروحي، وعدد 10 يشير للوصايا 10 والألف للسماء. فالإنسان الروحي يحارب بوصايا الله والتعلق بالأبدية. فإن شعر الإنسان أنه ضعيف ولا يقدر على محاربة الشياطين، فعليه أن يتصالح مع الله ليكون هو قوته، لأن الله يحارب عنكم وأنتم صامتون. ويقول القديس يوحنا ذهبي الفم: من يستطيع أن يؤذيك إن لم تؤذي أنت نفسك؟ الشرط الثالث في الجهاد الروحي هو الاعتماد على الله وليس المال، لأن محبة المال أصل لكل الشرور. لأن في بعض الأحيان الشخص يتشغل عن ربنا من أجل المال. بلا شك ولا أحد ينكر أن الشخص بيبقى كل واحد محتاج للمال، وبيشتغل وبيتعب من أجل المال عشان خاطر يصرف طبعا على بيته وعلى أولاده وعلى جميع احتياجاته. ده وضع طبيعي، ولكن لا تجعل المال يشغلك عن حياتك الروحية. يعني مثلا الذهاب إلى الكنيسة مع الأسرة، والصلاة أيضا في البيت، والقراءة في الكتاب المقدس يوميا. ما تخليش الوقت ياخدك وتبتعد عن ربنا، وهو دي الأساليب عدو الخير. يشتغل طول النهار وبعدين يجي بالليل مثلا بيضيع بعض الوقت ويقول لك ما فيش وقت عشان خاطر أصلي في البيت. الحقيقة دي بتقابلنا كتير في مصر، يعني في الدير الناس بيقولوا لنا في مشكلة عندي، فبقول له بتصلي في البيت؟ يقول لي لا الحقيقة ما عنديش وقت. بتعرف كده المقدس يعني بعض الأحيان. طب ليه؟ يقول لك الشغل، باجي بالشغل تعبان. طب مش بتقعد قصد التلفزيون يعني شوية؟ طبعا. وبتقعد تتكلم مع أصحابك وأقربك في التليفون تاخد وقت طويل. فين ربنا؟ هنا فين ربنا؟ لازم ناخد بالنا إن ربنا ليه حقوق علينا، وكل ما بتصلي ونقرأ الكتاب المقدس ربنا بيحفظ حياتنا وبيخلي البيت فيه محبة كبيرة وفيه سلام دائم وفي حصانة طبعا بلا شك. هنا ربنا هيبارك في مالك وفي حياتك وفي أسرتك وفي بيتك وفي عملك، إن الواحد التزم في البيت. طبعا بتحضروا الكنيسة ربنا يحافظ عليكم جميعا، لكن في البيت مهم جدا الصلاة في البيت والفتح الكتاب المقدس عشان نعلم أولادنا. هنا في الإنجيل بآخر حاجة بيقول: من له أذنان للسمع فليسمع. يعني نسمع كلام ربنا ونفهمه ونعيشه ونطبقه في حياتنا. هنا السيد المسيح بيكشف لنا شروط الخلاص علشان نجاهد واثقين من محبته اللي بتسندنا، علشان نسير في طريق السيد المسيح، طريق الخلاص، طريق الحياة الأبدية، طريق الملكوت. يعطينا الله نعمة وبركة لكي نرضيه في حياتنا، لكي يحفظكم من كل شر ويشفي كل مريض ويعزي كل إنسان محتاج إلى العزاء، ويفرح قلوبكم ويعطيكم السلام الداخلي ويملأ قلوبكم بالمحبة
لله وللجميع بشفاعة السيدة العذراء وجميع القديسين وبصلاة صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا جبريل وإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.